السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله باذن الله غنتقاسم معكم الطريقه ديالي باش نخدم كبغزال باللاباط وبالعقده اللي عمرها ما صوبت كبغزال. غتصوبوا ان شاء الله باذن الله وتعلموا بادق التفاصيل اللي سنعطيها. قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والبنات تنشكر كاع المتابعات ديالي اللي تيكتبوا لي كاع ديك الكلمات الزوينين فنين. تنتمنى دائما ان شاء الله ربي يخلينا ويخليكم على خير وربي يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت، وندوزو المقادير مع الطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات نعطي لكم ضبوطه. عندي هنايا 500 غرام ديال الفورس يكون رطب من النوع الجيد، يعني يكون رطب. عندي هنايا معلقه ديال سكر كلاصي مع واحد شويه ديال الملحه. لابد لاباط دائما تديروا فيها شويه الملحه واخا تكون يعني لاباط حلوه، لابد خصنا واحد شويه الملحه. عندي غادي نستعمل 5 د المعلقات ديال الزيت، بيضه وحده كامله، 50 غرام ديال الزبده، شويه عندي هنايا كاس د الماء درت فيه واحد شويه ديال الزهر غادي نعجن به بالنسبه للماء حسب الخليط. وتقريبا راه 500 غرام تدخل لي فيها تقريبا كاس ديال الماء قياس العنبه. ندوزو الطريقه ديال العجينه ديال لاباط، عاد ندوزو للعقده. ما نهضروش على العقده دابا، غادي نديرو لاباط هي الاولى. ندوزو المراحل مباشره. الطحين بالطبع انه مغربل، غادي نزيد عليه سكر كلاصي معلقه مع شويه ديال الملحه. البنات بالنسبه للاباط ديال هاد الاشكال ديال اللوز اولا ديال الكبغزال راه مهمه، الواحد خصو يعقل عليها يعني ويسجل العناصر كلها تكون مضبوطه. عندي 5 د المعلقات ديال الزيت، ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه، ها الخامسه. يعني هذيك الاولى راه ما كانتش عامره مزيان. 5 ديال المعلقات ديال الزيت. عندي بيضه كامله، بالنسبه للزبده البنات راه هنايا 50 غرام كاع ما ذوبتها، غتبقى هكا صاينه، غادي تخلط حسن تبقى هكا صحيحه حسن ما تذوب. تنخلط العناصر مباشره وتنزيد عليها الماء لانني دايره فيه واحد الروح ديال الزهر، درت فيه واحد النقيطه ديال روح الزهر. بالنسبه للطريقه ديال العجينه ديالها راه غير تنجمعوها شويه واخا ما تندلكوهاش، العجينه تنخليوها ترتاح واحد الوقت وصافي تصبح جاهزه. يعني بالنسبه واخا ما تدلكش مزيان، كل ما ارتاحت كل ما تزيد الزين. بالنسبه للبنات هاد لاباط راها مهمه غزاله وتيجيو فيها كاع الاشكال ديال اللوز. الاشكال ديال اللوز كما كانت النوعيه ديالها تجي بها غزاله، الاشكال البلديه، البلديه ديال اللوز ماشي الاشكال الاخرى، الاشكال تصوب بالورقه ديال اللي عندها علاقه بالعقده ديال اللوز. بالنسبه للبنات الطريقه ديال العجينه عادي بحال اي عجينه كما كانت، تنعجنوها عادي يلا تنجمعوها شويه ترتاح تنبداوها تنبداو نخدموا بها. انا قلت لكم البنات هاني درت كاس كامل خويته. تنظن بان ما يمكنليش واقيلا نزيد فيها الماء، انا عطيتكم كاع القياسات مضبوطه. غادي نجمع فيها هادشي اللي مازال ونخليها ترتاح صافي. يعني بالنسبه للبنات راني عطيتكم القياسات اللي ترحموني عليها دائما. نص كيلو ديال الفورس، 5 د المعلقات ديال الزيت، 50 غرام ديال الزبده، معلقه ديال السكر كلاصي، شويه ديال الملحه، كاس فيه شويه الزهر تنعجن به. البنات كي تشوفوا راه غير غادي نعجنها هكا شويه ونخليها ترتاح، ما تيخصهاش تكون جاريه بزاف، هانتوما راه لينه راه ترتاح. تشوفوا الطريقه ديالها، كاس كامل راني خويته.
البنات كي تشوفوا لاباط ها هي، يعني غير تديوها تجيوها شويه بيديكم تتليان وتخليوها ترتاح واحد شويه. تنقطعوها يعني كويرات على حسب الاحجام اللي باغيينها ونخليوها ترتاح بهذا الشكل. البنات بالنسبه لاباط راها تترتاح، والعقده ديال اللوز عندي هنايا كيلو ديال اللوز سلقته في الماء طايب ونقيته وطحنته ب 500 غرام ديال سكر سنيده. البنات الطريقه ديال سلق ديال اللوز راه فايت عطيتها لكم في سلو. دائما الماء خليوه يغلي، الفسترة اللي تيما تيغلي في الإناء الخاص اللي فاش تسلقوا اللوز، غتغسلوا اللوز مزيان 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 تتحيد منه ديك الغبرة ديالو، ومن بعد ما يغلي الماء تخويو عليه مباشرة. بمجرد ما طلع الغلية غادي توليو تصفيوه وتوليو تغسلوه من تحت الروبيني مزيان، وديروه على ما يستقطر ديروه في ميكا وتبقاو تفركو مباشرة تيتفرك مزيان وبلا ما توليو تغسلوه المرة الثانية. صافي ديك الساعة تتخليه واحد شوية وديوه يتطحن، أولا طحنوه في الدار ب 500 غرام ديال سكر سنيدة. صبح لي بهذا الشكل. دائما 500 غرام ديال سكر سنيدة مع كيلو ديال اللوز تيولي لي كيلو ونص. بالنسبة للعناصر اللي خصني ندير، أنا دائما عندي كب غزال لابدة تندير في العقدة تندير بيضة كاملة. الدور ديال البيضة البنات تيعلك اللوز، يعطيه واحد التعليكة غزالة. تندير المسكة الحرة، أنا المسكة الحرة هنايا راني طحناها بواحد شوية ديال السكر كلاصي ومغربلة، يعني الدور ديال المسكة الحرة تا هو راه مهم البنات. بالنسبة للزبدة غادي ندير واحد ثلاثة ديال المعلقات كبار ديال الزبدة دايبة، ها ثلاثة، وغادي ندير واحد المعلقة كبيرة ديال ماء الزهر، وعاد نشوف شحال يمكن لي نزيد ديال الزهر على حسب اللوز اللي عندي. نعجن العناصر كلها مزيان. البنات راه معلقة ديال الكليكوز غنديرها دابا، راني ما ذكرتهاش لحقاش ما حطيتهاش قبالتي، ما نسيت ما ذكرتهاش. راني دابا غنمشي نجبدو وندير واحد المعلقه ديال الكليكوز، لحقاش الماء الكليكوز الدور ديالو انه تيعلك، كذلك تيعلك العقده تيجيبها غزاله، سواء في العقده تغريبه من فنده او لا كبغزال. الا ما كانش عندكم الكليكوز في الدار ديروا واحد المعلقه ديال الكونفيتور او ديال العسل، ديروها هي تتعلك تتعلك دائما العقده. البنات كي تشوفوا القياس اللي عطيتكم ها هو قبلت عينيكم، ما تنزيد ما تنقص، راه بهذا الشيء انا تنخدم. ها انتم شوفوا كيفاش طالق ليدام ديالو، القياس اللي عطيتكم مضبوط نيشان، يعني اليوم حصه خاصه الكبغزال. طلبوه ليا الناس مباشره في التليفون صوناو عليا تيقولوا لي الله يعطيك السر واش ممكن تصوبيه لنا، يعني باش نتعلموا له نديروه في العيد. قلت لهم بكل فرح باذن الله غادي ندير حصه خاصه للعجينه ديال لاباط مع الطريقه ديال باش نخدموا كبغزال. دابا القياس انا جاني بركه، لا بالنسبه لليدام ولا بالنسبه للزهر. ندير دابا واحد المعلقه ديال الكليكوز. البنات كي قلت لكم ندير واحد المعلقه ديال الكليكوز كي تشوفوها، المعلقه راني فزكتها في الماء باش ما تتبقاش لاصقه فيها، لحقاش راكم عارفين الكليكوز كي تيولي معلك تيلصق كاع. غادي نخلط كذلك العناصر كلها مزيان حتى يدخل الكليكوز كله يدخل في لاباط، يعني في العقده، ويعلكها مزيان. ديك الساعه عاد نحربل. بالنسبه للتحربيل البنات
عنده علاقه على حسب بعد الاحجام، الاحجام تتبقى اختياريه بحكم ان العيد ما يمكنناش نديرو كبغزال كبير. كون كانت شي مناسبه عاديه ديال شي فرح ولا شي حاجه تيكون الكبغزال واخا يكون كبير يعني الحجم ديالو كبير، ولكن في العيد يعني على الاقل واحد يصغر شويه. المهم بعد ما حربلت يعني من بعد سمحوا لي من بعد ما عجنت العقده مزيان كي تشوفوا دخلت فيها كاع العناصر اللي ذكرت كلها دخلات، البنات بالنسبه للتحربيل ديال الكبغزال نتمنى انه تشوفوا الطريقه باش نتوما ديروا بحالها بالنسبه خاص للمبتدئات البنات. اما تبارك الله اللي تيعرف يخدم كبغزال الله يعاونو ويعينو ويسخر ليه فيه، بالنسبه اللي ما تيعرفش ها نتوما البنات. بالنسبه كي قلت لكم البنات بالنسبه للقياسات كاين تيدير فيه 16 غرام كاين تيدير فيه 18 غرام كاين تيدير فيه 20، كل واحد شحال الحجم اللي بغا. يعني بالنسبه كي تيكبر كبغزال كيديروا صغيور كي قلت لكم، يعني بالنسبه وشحال من واحد تيدير لا بدا الميزان تيبقى عادي وزن، انا ما تندير لا ميزان، ميزان في عيني وفي يدي تنبقاو مستمرين. شوفوا البنات هانتوما هانتوما تديروا لها هكا كوروها هي الاولى ديروها سكويره وبرموها بهذا الشكل من هنا وليو قلبوها في الشكل الثاني برموها من جوج جهات باش تساعدكم حتى في التحربيل نفس الطريقه البنات. شوفوا تنكوروها بهذا الشكل وبرمي من هنا وقلبي عاوتاني برميها في الجهه الثانيه تنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل ديال اللوز وعاد تنبداو نصوبو كبغزال. البنات كي تشوفوا ان حربلت العقده كي شفتوا طلقت لاباط غير بالتلاك يعني ما درت لا وراقه لا حتى شي حاجه. بالنسبه لاباط خصها تكون رقيقه كي تشوفوا البنات يعني طلقوها رقيقه. تناخذوا الحربوله كي تشوفوها بهذا الشكل تنحطها تنقلب عليها لاباط تنحاول ما امكن نزير بهذه الطريقه تندير نقيطه ديال الزيت ماشي بزاف وتنضرب في الوسط البنات هانتوما تنضرب في الوسط تنضرب في الوسط وتنخلي عليا شكلس وتنخلي الشابو ديالها الفوقاني باش من تنكونو تنطيبوها في الفران ما تتنزلش. هانتوما شوفوا راه ساهله البنات نحاول ما امكن نقرب لهم الكاميرا عافاك هانتوما البنات سهله تهزيها بسهوله كي تشوفوا نولي نعاود لكم تتهزوا حربله بحال نفس الشكل تتوليو تورقوها واحد شويه حتى تبقى تبان طبله من التحت اولا يعني راه ما دايراش الزيت بزاف البنات تتوليو ديروا الحربوله بنفس الشكل وتقلبوا عليها لاباط تجيبوا شويه ديال الزيت من الفوق ماشي بزاف وتضربوا في الوسط انا ديما طالع هاد الصبع تضربوا في الوسط تتخليو عليا الشكلس ما ترقوهاش من التحت وما ترقوهاش من الفوق الوسط اللي خصو يكون رقيق. بالنسبه للبنات تترقوا عاوتاني ديك الجناب التحتاني ما خصوش يكون لاباط غليظه بيديكم تجيبوا بالتلاك زعما سمحوا لي الجرار وتحاولوا ما امكن ديروها غير بشويه ها نتوما شوفوا البنات ها القاع ديالها رقيق البنات ديك الطرف اللي تيشيطو تتحاولوا ما امكن باش ما ديروش الزيت بزاف تحاولوا ما امكن ما تعجنوهاش بيديكم ديروها غير بالتلاك تتخليوها نتوما ترتاح لاباط كاع ما تتفسد ما حتى شي حاجه وتتوليو تخدموا بها عاوتاني ها نتوما ما تتفسد ما حتى حاجه هذا ديك الجناب والديبري اللي تيبقى تتولي تخليه يرتاح وتتولي تخدمي به.
اصبر حمد. البنات من بعد ما كملت كبغزل ها الشكل النهائي كي تشوفوا. بالنسبه للعدد انا درته صغير صغير بزاف بحكم ان كيقول لكم العيد خرج لي كيلو هذا العدد، نتوما حسبوا. المهم الطياب ديالو انا ما غادي نطيبوش دابا، غادي يبات ليله كامله وباذن الله غدا غادي نطيبو. غادي نتكو من لهنايا ثلاثه ديال التكات بواحد ليبرا، تتكون دائما تنعقموها يعني تنديروها فوق النار تتحرق ونعقموها عاد يمكننا نتكو بها ثلاثه ديال التقيبات ويديروا من تحت البنات. وبالنسبه للدهين اللي بغاه يديروا بلدي تيخلي هكا عادي ودخلوا يطيب، اللي بغى يدهنوا بالبيض الابيض يدهنوا بالبيض الابيض، اللي بغى يديروا البيضه كامله يعني دائما تلقى الاختيار ديالكم. ولكن اللي تسمى كبغزال بلدي هو ما تيكونش مدهون يعني ما تديروا لا بيض لا حتى شي حاجه تبقى هكاك. نتمنى ان شاء الله باذن الله كبغزال ديالي ينال اعجابكم وتجربوه، راه تيجي غزال. وعطيتكم الفوتوكوبي ديالي، راه لاباط رائعه رابيه تنخدم والعقدات كبغزال رابيه تنخدم. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوه وساعتكم مبروكه وتحياتي للجميع. خليك في دارك تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.